قاعدين فيها النازحين اللي فروا من الخرطوم ورفضوا استئناف الدراسه لانه الخرطوم ما اتحررت. نقطه سطر جديد. نشوف الانصراف ذاته في الاستئناف بتاع الدراسه ده قال شنو. هو ذاته يتناول القضيه وكده نشوفه. ليبنا والله دارين نفتح المدارس والمعاهد العليا واخر يوم لنا يوم 15 والمدارس في السودان كلها تكون فتحت. غرار زي ده انت قول لي العسكريه هنا في شنو؟ هل البرهان متفوق عليه في شنو هنا عشان يطلع غرار زي ده؟ يكون بيفهم حاجه وانا ما بفهمها. انا واضح ان الغرار ده دار يضرب الاستنفار ودار يضرب وحده الشعب السوداني ودار يخلق لي فتنه وحرب اهليه عشان في الولايات يقولوا والله احنا كنا دار نفتح الجامعات والمدارس وندخل اولادنا ونرتاح، لكن لانه ناس الخرطوم قاعدين متعطلين لنا في مدارسنا وداخلياتنا، اطلعوا لنا برا. الفتنه اللي بدات تحصل في شندي وفي مدني والكلام اللي بيسمعوه الخرطوميين. تقول ليه القرار ده انت واقف فيه مع البرهان؟ قول ليه الحته دي ما لحقت؟ تفا البرهان ونثبت وحسي عسكريا انسان، بس اتكلم ليه في القرار ده؟ الاولى يتكلم عن الحصار بتاع بري والجريب، الناس اللي ما لاقيه تاكل وتشرب ولا تفك. جامدين يا جماعه. ركب البرهان طوالي قال لي القرار ده احنا ما معاه. تستانف الدراسه؟ يعني تطلع الناس من المدارس وبعد ذاك يعني يرجعوا الخرطوم؟ قال الانصراف قال لك الزول ده البرهان الكلبي ده داري يعمل له حرب اهليه. كلام ده اصل اصل الانصراف ده عنده وزن في جبال النوبه. وزنك شنو؟ ما عندك، عندك وزن في 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 غرب السودان؟ ما عندك وزن، وزنك شنو مثلا؟ ما عندك اي وزن يعني، انت لو قلت للناس استنفروا ما قلت قبل اليوم استنفروا؟ انا من ركبت راس ابو رهف طوالي كشف كده قام طلع نايم قال لي احمد كسله عليك الله، يعني انا بعرفك انت الجنجويد ديل ما عندك لهم اخلاق، لكن يا اخي خطك ده عليك الله كشع العشاء هاي كشع العله يا تدري طرد الناس كويس كشف كرتو كرتو كويس ده كرتو كرتو ثقيل جدا، فنحن لازم القضايا دي نتناولها. عرفتوا كلامي يا شباب؟ كان ذاك ناس داري يستعرفوا الدراسه يا اخي. انا داري اديكم الفكره يا جماعه والله فاهم فاهم يا جماعه. انتوا طالب عندكم ناسكم قاعدين في بريطانيا، عندكم ناسكم قاعدين في السويد، في النرويج، في فرنسا، في 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 المانيا، في اي محل في امريكا بتاع، اتكلموا مع المنظمات الانسانيه في الخارج وعاملوا مخيمات، ما ترجعوا الخرطوم لان بدري يقتلوكم. نصيحتي لكم خلونا قطع الزلط والخلافات اللي بيننا وبينكم والبطيخ والطب يا اخي، عملوا معسكرات، انتوا ما فاضي اليوم يا احمد كيف؟ لكن نحن نحن ما ممكن يا كسل يا اخي نعمل معسكرات يا اخي، انت قايل لنا نحن يعني شنو يعني نعمل معسكرات؟ ما بنعمل معسكرات. طيب ليه يعني؟ انت انت نازح او لاجي لجوءك بيختلف من 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 الزر الغرباوي يعني؟ لجوءك بيختلف منه ومن ناس جبال النوبه والنيل الازرق؟ ما بيختلف يا اخي. لا لا معقوله يا اخي، معقوله يا اخي نحن في اخر عمرنا يا اخي كشماليين كده نمشي نقعد في معسكرات نزوف اللجوء؟ والله دي مهزله يا اخي، كاوروبا كده كعربيه كده يا اخي، عرب قدامك يا اخي، السوريين قاعدوا هم ميتين ابو عالم طلع، انت ما قاعد تشوفهم ولا شنو؟ الفلسطينيين دي قاعدوا اسي الزلزال ده دق دق المغرب ودق ناي برضه قاعدين في المخيمات دي ايزي يا الناس القاعدين هنا ذاتي اتي ذاتي اتي دي الشماليه ده، في واحد من الشمالي من الشمال من الشمال ده قطع معنا البحر الابيض المتوسط وجا فرنسا ونحن استسلمنا قعدنا في فرنسا، وهو بعد قاعد في كالي ورقد في الواطا ورقد في المخيمات، وبعد ذاك قطع بريطانيا وربنا وفقه وجابك من هناك، يعني رقدنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في التركينات القمر ذاته ما شافوكنا. موضوع ايزي يعني، يعني ايزي يعني. نمشي قدام الناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر الليله نناقش المواضيع دي سريع سريع بعجاله كده ونمشي قدام. ان احنا يعني طبعا الكلام كده مر تطلوا يا الله وامين وتتحسب المواضيع وبتاع اكشي العشاء طوال يا اخي. انا والله الدور الواضح زي ما برو بيراوق الكلام وكده وبيفتش وبيثبت النقاط عشان ما يفلت في كلمه، ده زول زي ده انا ما بحبه. لكن في النهايه التهيئه لها، لانه قالت يا اخي نحن ما حسينا بالمر الا بعد جانا نحن في محلنا. ما حسوا اسود الغني ده ما بيحس بود المسكين الا الا في حاجتين، في حالتين بس ود الغني ده. لو صام رمضان بيحس بانه والله الناس في ناس الجوده حارب. ولا لو جاء طوفان
حرب ولا طوفان؟ بعدك بيعرف انه الايشة بتاع المساكين دي برة واضافة عليه الحرب والتنكيل والكلام ده. فجاء في اكره ده. طيب في واحد تعليق نرد عليه بأجاره وبعدك نمشي ننزل تحت نشوف باقي الفيديوهات. نشوف ابو قرون هنا برضو يعني. انا ما كلمتكم. طيب في واحد قال لي يا اخي احمد كسل ده اعلام الجنجويد من دس. انا واضح جدا، انا واضح زمان انت معي، لكن هسي انا داير اقول لكم، داير اقسم لكم الشعب ده يا جماعه، داير اقسمه لكم الشعب ده 80% 80% ما معانا، 20% بس معانا، معانا في خطنا بتاع التحرير الكامل والشامل، تحرير العقول، تحرير انه حريه سلام وعداله، تحرير انه اي زول يمشي يشوف له محتوى الحرب ده يجيف وبلدنا ينعم بخيراته. 20% بس، 80% دي ما معك، يعني اللايف ده فيه 1150 صح؟ هاي خلي ال 150 العالف ديل بس، ال 200 ديل معانا او ال 300 ديل بس معانا، ال 900 نفر ولا 700 ديل ما معانا، اديك لا من الاخر. ليه؟ لانه الشعب ده يجيبه كده، يجيب لك 1000 نفر قسمه، في ناس تابعين للكيزان وفي ناس تابعين للجنجويد وفي ناس تابعين للحركات المسلحه، تمام؟ الا الزول المستقل، اي زول مستقل اكتب لي انا مستقل هنا. حركة مسلحة معناته شنو؟ قبلنا وان احنا شاكلنا في اللايف، لانه جزء من الحركات المسلحة، في حركة، الحركة المسلحة زول تابع الحركة المسلحة ذاته بتباع له من في ثلاثة ناي كده بيخليك انك تكون تابع للزول ده في الحركة. في زول حركة راكب في التاتشر بس الله يجعلها، وفي زول حركة زول منظم قادر بتاع الحركة وإيش ده أوسخ مخلوق. في زول حركة مسلح من ناحية إرقية وإثنية وقبلية بنفس الكلام ده، جزء من أبناء الشمال تابعين لأخوانهم كويس الكيزان من ناحية إرقية أو 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 قبلية، أو قبلية إرقية جهوية سلمان شوس كويس. فبشوف إنه كون يشيلوا البرهان يجيبوا زول تاني ده معناته هو فقد مكانته هنا في المحل ده، عرفت كلامي؟ الجنجويدي تابع لزولو من ناحية إرقية وإثنية وجهوية، عشان كده ما بيتفقوا معك في البرنامج، بتاجروا بأحلهم. من زول الحركة يا بابا أنا مختلف يا أخي. في زول قال لدكتور خليل ده أنت زغاوي؟ في ما في، إحنا ما بنسأل من زول ده لأنه إحنا واحد يا جماعة، بلاكات أم بلاك بلاك بيبول. أنا أديك الزيت هنا، ركز هنا في الكلام ده، ركز هنا ركز هنا، أنا أديك الزيت هنا، أنا جايك في الليل، جايك في الليل كله الليلة. ما ممكن تسوقني أنا وأدعم لك الجيش على حسابي أنا. أنا برضو شفت. أنا ما ممكن أدعم الجيش على حسابي أنا، يعني أنا أدعم الجيش معناته ناس الكيزان برجعوا من جديد، معناته نفس المعنى، معناته نفس الجنجويد، معناته نفس القطرة، معناته الناس ما برجعوا بمعسكرات النزوح واللجوء، معناته ما بتتقسم العدالة بين الناس كويس، ما في حاجة اسمه كلام الطير في الباقي، ده واضح جدا، واضح، كلام واضح. واضح يا زول. كش يعني طلع من الأوروبا دي برافيلا ما 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 صح؟ بس دي نحن دايرينها صح؟ عايز؟ ده صراع صح؟ يلا ما ممكن انت تجبرني على حاجة انه انا اطبل لك انت وادعم الجيش عشان يدق قدامه سريع على حسابي انا، انا ما بشتغل حاجة على حساب، انا بشتغل حاجة على حساب الكل، على حسابي ده انا ما بشتغل. انا افريقي سوداني، تحياتنا، شكرا لك قدام. طيب نمشي قدام شوية، نمشي قدام شوية. طيب في نقاط مهمة جدا 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 جدا. طيب إن شاء الله نلقاه هنا، وإن شاء الله يشتغل معي الفيديو ده. الفيديو أبى يشتغل معي لأنه الفيديو وسخ جدا هنا، أبى يشتغل معي يتمسح من ال من ال. طيب بدون فيديو ممكن انا اشتغله كده بدون فيديو بأجارة كده. طيب الورجة الحاصل كده، الورجة الحاصل ده وجا انا انت وانا وقضيتني وبتاع كويس، ذاك نجلوه بعدين ان شاء الله، نجلوه بعدين بعد ننتهي من اللايف حقنا ده، نجلوه بعدين ان شاء الله. وصلوا في الزول موقف مقنع حتى لو اموت، انا مع اخواني في القوات المسلحه رغم انه فاق قدرتهم.
لماذا فاضردهم؟ هؤلاء الناس استعانوا بدول عديدة، وناس جاهم فزع، وناس الآن القوى اللي بتقاتل في الجيش ما تقل من مليون نسمة بقبائلها بخشم بيوتها، ما تقل من مليون نسمة. وربنا نصر الجيش، ولا زال الجيش في ثباته حتى إن كانوا 50,000 صابرا سيغلبون 200,000. فربنا ينصر أخواننا في القوات المسلحة وينصر المظلوم على الظالم، وبإذن الله النصر قادم. أنا ذو المبدأ مهما حصل لي في عتلات الحياة، ومهما شفت ما شفت في هذا الطريق الذي سلكته بجهل أو بجهالة ما كنت بدراب ووعي، أنا رضوان أبو قرون سلفا، أنا موقف وطني، وسوف يزول موقف وطني حتى لو أموت. أنا مع أخواني في القوات المسلحة، رغم أنه أخواني في القوات المسلحة لست لي بيني وبينهم تواصل، وأنا ما أعرف أحد كثير جدا، لكن أنا الآن بقول لأخواني في الدولة وبطالب الدولة، أنا ما بطالب ضابط الجيش ولا ضابط كبير، طالب الدولة العفو العام بس. لا دار منها مال، لا دار منها منصب، ولا دار منها سلاح، ولا دار منها شيء غير العفو العام. نعم أنا تمردت في نظام سابقا وما حسبتها، وده خطأ أنا أعتبره، وكلكم خطأ وخير الخطأون التواب، والحمد لله ربنا تاب علي، تاب علي أنه أبصرني في طريق الحق. ولا أريد أن أكون يوم من الأيام ضد جيش الوطني، مهما كانت المبررات ومهما كانت الظروف ومهما كانت الأعذار، ما بحق عليك أنت رجل همك السودان صحيح وطني أن تقف تدعم مليشيا ضد جيشك الوطني. أنا لا أشتغل بكلامهم الهلالي، ما في ذو طلب منهم ديمقراطية، أنا بقول لهم الآن وإخواني، ما في ذو طلب منكم ديمقراطية، وما تفعلوه ليس له علاقة بالديمقراطية. حتى ما فعله كيكل هي خيانة عظمى لعرضه ولأرضه قبل أن تكون خيانة للوطن. لأن أنت يا كيكل لا تدرك ثقافة هؤلاء ولا تعرفهم. الغدر الخيانة بدأ من الذي صنعهم، ثم غدروا بالشعب في فض الأطفال، ثم غدروا بالبشير، ثم غدروا ببرهان. فالغدر صفاته وشماته. أنا سلف لست بيني وبينهم حقت تصفيح حسابات، وأعرفهم أكثر إنسان أعرفهم حقا، ما في ذلك يعرفون أكثر مني، حتى محاور التي تدعمهم أنا بعرف. عشان كده أنا بقول لأخواننا الشعب السوداني سأتلهم التفوا حول قواتكم المسلحة، ما تسمع الخطابات العاطفية، ما تشوف انتشاراتهم وكثرتهم. العنصرية التي بنيت بها عقولهم وكونت بها هذا المؤسسة التي تسمى الدعم السريع، مؤسسة لا تصح أن تكون مؤسسة قومية، لأن فيها خيار فقوس. أنت منهم مرحبتين حبابة، أنت ما منهم بيشغلوك بجروبك الشوك. كيكل الآن هيجوا من الأيام ما حيثقوا فيه، كلام ده خليه سجل في ورق، هيجوا من الأيام ما حيثقوا فيه، حيصفوا كيكل الجلاد، البيش ذاته هيجوا من الأيام حيصفوا. عشان كده أنا بقول لك ما تسمعت ولا يا النازة، النازة هم في النهاية بعبيك أنت كيكل بينتشروا في الشرق وبينتشروا في البطانة، وبصلوا اللي هم دايرينه بسببك أنت، بوجودك أنت، لأنك أنت من البطانة وعارف البلد، تحدي ما توري زي ما بقول مرفعين محل غنمك. بعد ده أكله لا سهل، الناس تشير عشان ما يضرب اللايف. أي طيب بس. أول حاجة أنا يمني ينزوري لسه السين بالأثر، أنا والله وبعتذر ومعليش وتبت وتاب الله علي يا كيكل، أنت الناس ما بتعرفهم تدخلهم بعد يعرفوا الحفر وإيش ده مرفعين، بعد ذاك بجي بأكلوك وبتاع، وأنا لا يمكن أدعم المليشة ضد الجيش وكده وبتاع حبة. أنت كذاب، أنت كذاب، كيف كذاب؟ أيوة أنت تابع لمسهلال، تابع لمسهلال، صح ولا ما صح؟ أيوة. وموسى هلال بعد طلع من السجن وسربنا له المقطع الصوتي اللي كان بيكلم الليبي في ليبيا، صح؟ ده واحد. اثنين، في نيالة البنكي حتى قبال الضابط ياسر تابع القوات المسلحة يموت، الولد الموجود القاعد معنا هنا في فرنسا حتى ورانا كام يعني قبائلكم ذاته فصلها تفصيل بخشم بيوتها، وقال في 2600 جندي تابعين لموسى هلال، وموسى هلال جاء في دابرة الشيخ وهسي قايد وبيصرفوا 3 مليار جنيه سوداني لكل واحد منهم، وكان جزء من البنك بتاعت نيالة حولوا وين؟ حولوا في المعسكر بتاع الجيش. والمهم النازل برضو وامسكوا مني وحطوها حلقة في أعضانكم، يوم من الأيام تشوفوا جماعة بتاعت موسى هلال بيخشوا المعركة. عشان كده انقسموا اثنين، مجلس الصهوة الثوري شنو ما عارف ذاك، حسي ذاك شنو ذاك حسي انضم للدعم السريع من ناحية إثنية وقبلية كده، رفض انضم للدعم السريع. والباقين دين إن شاء الله يوم من الأيام، أنتوا بس ركزوا الكلام ده كويس، زي ما كانت الدبابات بتاعت حميتي قبال المعركة يتحرك من زورك مش كشفنا،
بيعبر واحد تابع للمدرعات التحية لي ووراني وانا متابع معه بالتلفون لخائد المدرعات خشوا ناقل الجنود شكل مدرع زي ال 55 هو ناقل الجنود وخشوا الخرطوم قبال المعركة. فيوم من الايام انتوا حتشوفوا انه الزول ده هو تابع لموسى هلال وتلقوا جماعة موسى هلال في صفوف الجيش بيقاتلوا مع القوات المسلحة. سواء الكلام ده كويس سجلوا مني انا ويلا. طيب والله صحيح قال انا وتبت ونحن ومن تاب تاب الله عليه. انت كذاب, انت زمان بقيت جنجويدي ليه هسيب تبت؟ انت مجرد ما قلت موسى هلال بذكرنا بالقتل والقمع والتشريد والاباده الجماعيه واغتصاب النساء وعدم الاخلاق وعدم الدين والحب. ده ما بتنسي الناس الحسي ناطين في رقبتي احمد كسر ما احمد كسر ده اقول بكره مات مشكلتك كده. انا هلا ناسيه بيف انتوا احمد كسر ناطين فيه اليومين دي خلينا نغمم لك كده في اقل من دقيقه ونرجع للمايك. انتوا الناطين فيه ده كان انا الليله مت واصل الموت حق واكيد هموت. مشكلتكم كده انهلت يا جماعه يا نوبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا والله مديت لكم يدي بيضاء والامل فوقكم انتم ودارين التفه في حولكم وانتم عارفين ان احنا زي اليومين دي وايام الفاتت ويعني خلينا قضايانا وشغالين ورجقه والورجقه دي سماتنا نحن يعني خير الورجقه ما عندنا اي حاجه. يقول لك قال والله فلان ده كشف سير فلان مسير بتاع سير الجنجبيل ده مقتول عديل بيصور فيديو الامم المتحده والاتحاد الاوروبي ما حاسب الجنجبيل ولا طلعهم ارهابيين ولا قتل ولا مجرمين. انتوا وبعدين ما بحصل لومكم علي. اسمه كويس الشماليين النوبه ناس الدمازين شرق السودان كلكم القاعدين في اللايف ان احنا كاهل الاقليم ده ما حنتفق ليهم الدين دي خطوها حلقه في اعضانكم السر وما خطونا في الرب غادي خطونا في 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 ساك بوبيل. ساك بوبيل ده يعني باللغه الفرنسيه محل بتاع النفايات. ادونا هنا خطونا على مستوى الفردي الناس شغالين. تحيه ليكم والمغفره للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى واودى حميده للمفقودين. اما على مستوى الجماعي ما ترجو مننا يا جماعه خير, ما ترجو مننا ان احنا ما عنده خير لاهله وما عنده خير للناس. كونه كدوله السودان ده ما ترجو مننا ان احنا اقليم القرب ده خير. الا والنوبه واحد نوبه جاء نط في 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 محل البرهان ده ممكن حتى بعد ذلك تشوف الناس المستقلين والناس المتضررين ممكن يتهافتوا يجوكم هنا عسكريا كده ممكن يحسم الموضوع ده وكده معلش. لكن كونه على مستوى الحركات ما حيتفقوا ليوم الدين وشغل بتاع الضرات بس. جبت لها توب احمر ليه ما جبت لها توب مشدر ملايات اسمح من ملايات ويك ويا ويك ويا ويك. تذكروا انا بدري 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 في لايفاتي وقاعد اكرر الموضوع ده كثير قلت لك مني وعبد الواحد ده لو ما ماتوا ما ترجو مننا ان احنا خير يا جماعه. اديكم لها كده بطيخه مقفوله والناس اللي بيجوا بيعلقوا شماعه وبرضه اتكلمنا في مجلس شورى قضاء الفورة الكلام المبطن اللي جابوه الكلام الوسخ اللي جابوه وجابوني انا وجابوا بيش ده ما بودي الناس قدام. اغنوا مننا يا جماعه خطونا كده. مش في ولد كده في البيت بيكون راقد في البيت بس نظيف املس زي البنات بس صح؟ حتى بتمسح بتطرش بالزيت بتاع البنات ذاته صح؟ كويس؟ خطونا زي ده بس ودقية بقول له نحن نقول له ودقية. انت ما عارف تقول له ود يما ولا ود ماما ما عارف. فنحن خطونا ودقية ود ماما طرف في الرف. فعندنا ناس غبش وهمش الزول الهمش فوق الجمر وبمش ديلك غضبانين وزعلانين وقاعدين في الرف. مجرد ما النوبه قاموا بالمبادره عليها طوالي نعمل لهم اشتي 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 نضمهم مع النوبه بعد ذاك شنو يناصروكم ان شاء الله ويناصروا السودان ده كله ويكون فيه كليه سلام وعداله من الاخر كده. اديكم لا من النهايه تعرفوا نهايه لانه اصلا الزول اللي عنده خير لاهله الزول اللي عنده خير لاهله من المفترض طوالي يخلي كل الخلافات على جنب وطوالي الليل يشيل سلاح ان شاء الله من اي دوله ويتنازل من اي شيء. لكن زول بيشوف النازحين واللاجئين والذل والحوان والاهانه والبشتنه وده كله يعني هو بيقول لك بس انا يعني بس انا قضيتي. قبل شويه الواحد الوسخ النتن الردي الما عنده كرامه شفت الزول ده يعني بعد الناس يتكلموا ومجلس شورى قضاء الفور بس خلط اسامينا نحن فلنفترض انه ربما يمكن في ناس جيب له الخطاب والخطاب ربما يمكن يكون مقبول
لدى الناس الاخرين، لكن حنان هذه هسه طلعت هنا خيرت البروفايل حقها بس كويس، يا هذه طلعت هنا وما هو الزول ده وانهنا ونعمل ليكم وهنطردكم وانتم ما عندكم ما موحلين. وده حبيبنا منو قال لك؟ حبيبنا الله يرضى عليك، منو قال لك الدول بحكموها بالتعهيد؟ المواطن التهد ده بس يتأهل يشتغل في شركة يشتغل فيها، الدول بحكوها بالقوة ما بالتعهيد. لو بالتعهيد والله العظيم ماكرون ده في محله ده ما يقول، في ناس موحلين أكثر منه. لو بالتعهيد والله نادي اسمه منو الله يدينا.